وسهلا بكم في حلقة جديدة من ليتس جو. رحلتنا اليوم لثاني أكبر مدينة بعد الفجيرة، دبا، وشواطئها من أحسن شواطئ المنطقة، وهي تعتبر من أحسن الأماكن للراحة والاستجمام. فليتس جو دبا الفجيرة. تتميز مدينة دبا بموقع استراتيجي، حيث بتطل على خليج عمان وبتبلغ مساحتها 600 كيلومتر مربع. وهالمدينة مدينة ساحلية تتميز بشواطئ متميزة من أجمل شواطئ المنطقة، ولهذا بتعتبر أنسب مكان للاستجمام وممارسة الهوايات. طبيعتها طبيعة خلابة، فيها شواطئ بتلتقي بشكل جميل مع الجبال الشاهقة. بعد 45 كيلومتر من شمال المدينة اتجاها لدبا، حصلنا شلالات كتير حلوة اسمه وادي الوريعة. Let's go. مرد بالك تو. وادي الوريعة بيعتبر منطقة بيئية متميزة بتتيح لعدد من الحيوانات البرية النادرة العيش بهالوادي، ويطلق على الوادي تسميته نسبة إلى نبات الورع، وهو الاسم المحلي لنبات القصب والمشهور بحبه للماء. أحنا هلا بوادي الوريعة، طوله 17 كيلو، بس بصراحة it's really fun drive. Let's go. يعتبر مشروع المحمية ثمرة جهد مشترك بين بلدية الفجيرة والجمعية العالمية لحماية الحياة البرية. بدأ المشروع عام 2006 بهدف حماية الخزان المائي واللي بيغذي وادي الوريعة، كونه من الأماكن المعدودة على مستوى الإمارات العربية المتحدة اللي بتدفق فيها مياه عذبة على مدار السنة. هلا كنتوا استفدتوا بالمعلومات اللي اخذتوهم عن الوادي. بالنسبه اللي يحبوا الصور بنصحكم هذا احسن مكان. شو رايكم نتصور شوي؟ يلا كاميرا. بصراحه كان مش انتم معايا كنت مت بالخوف، بس ليه المنظر كتير حلو. تعال بس انه عملنا نص منهم بالسيارة وهلا نخلصها ماشي. عم تسمع؟ صوت شو؟ شلال. Let's go. من العلامات الفارقة والمميزة بالوادي شلال الماء العذب المرتفع واللي بيتميز ببرودة ماءه طيلة أيام السنة. كتير طيب المي. تعا اشرب. تعا بعطيك. المنظر كتير حلو، بس ياريت يوم اللي تجي وتنبسطوا من غير ما تخربوا. وعلى امتداد 6 اشهر من المسوحات المكثفة، ايقن فريق العمل اهمية هالوادي كملجأ اخير للنباتات والحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض، ليس فقط على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة، بل على مستوى منطقة الخليج العربي ككل. وبدعم واهتمام شخصي من سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، أصدر قانون محلي برقم 2 للعام 2006 واللي بنص على إعلان وادي الوريعة كأول محمية جبلية طبيعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. صح ما خبركم، البسوا أريح شي عندكم، شوز، لبس، كله مرتاح. هون يخلص الوادي، بس رحلتنا لسه فيها كثير شغلات. فلتس جو. مسجد البدية من أقدم المساجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الموجود بعد 21 كيلومتر بعد مدينة الفجيرة اتجاها لدبا. فخلينا أنا وأنتم Let's go مسجد البدية.
جاء اسم البدية من كلمة البدي واللي بتعني بئر الماء. هناك قلعتين بجانب المسجد واللي بيتعانقوا مع السماء وبشكلوا لوحة فنية رائعة واللي بينتصبوا على مرتفع جبلي بيطل على البدية. هالقلعتين بيعود تاريخ بنائهم إلى أكثر من 300 سنة، حيث تم ترميم المسجد عام 2006 ليظهروا صلابة البنيان. زمان كانوا أهل البدية يراقبوا البحر من هاي البرج ليحميوا أهلهم تبع المدينة تحت. ما عليكم إلا تطلعوا لفوق معايا وتشوفوا المنظر روعة صراحة روعة. تعال القلعة بتظهر صلابة البنيان ومدى اهتمام الأولين ببناء الحصون والقلاع ودور العلم والعبادة. فالقلعتين بالإضافة إلى دورهم في صد الأعداء والمهاجمين بالتاريخ القديم بيتم كذلك من خلالهم رؤية أحياء البدية ومناظر الطبيعية الخلابة. يلا نواصل طريقنا للدبا. الربيع مذاق مختلف في الإمارات وخاصة بدبا لأنها تتميز بخضارها جبالها وشواطئها. في فقرتنا الجاية رح نروح روتانا ريزورت اند سبا. فليتس جو. بيقع منتجع وسب الفجيرة روتانا بين جبال هاجر وشواطئ المحيط الهندي. بيبعد المنتجع ذو الخمس نجوم عن مطار الفجيرة الوطني حوالي 45 كيلومتر و 140 كيلومتر عن مطار دبي الدولي. جدير ذكره أن المنتجع بيضم 250 غرفة وجناح. منتجع بيتمتع بمناظر خلابة طبيعية وحدائق خضراء غناء واللي بتتوسط منتجع وسبا الفجيرة روتانا. بيقدم المنتجع مجموعة من النشاطات لمحبي الإثارة، كما أن الساحل الشرقي مشهور بأفضل مراكز الغوص ومركز للنشاطات البحرية المتنوعة وألعاب مائية، وبيضم خيارات متعددة من الرياضات المائية وألعاب الشاطئ بجميع أنواعها. بيقدم زين السبا في روتانا علاجات بتتميز بمزايا مختلفة ومتخصصة بتخفيف حالات الإجهاد والتعب والإرهاق، وبيقدم الاسترخاء للعضلات والشعور بصحة أفضل
وحيوية متجددة من خلال طاقم من المدربين والمعالجين الفيزيائيين على أعلى المستويات. بيقوم عدد من الخبراء والمتمرسين مهمة الإشراف على منحك تجربة رائعة والاستمتاع بأجمل اللحظات البحرية والعلاجية بآن واحد. رسالة من روتانا لضيفنا المتميز. أنت أحنا دلل نفسك وضع ابتسام على محفظة نقودك. العشاء الرومانسي تحت ضوء القمر في مطعم The Waves. Let's go. اقترب من المي وتمتع بطبيعة رائعة لهالمطعم المطل على البحر واللي بيقدم أشهى المأكولات البحرية والمأكولات والمازات العربية واللبنانية. الأجواء اللي بتحيطك من أمواج البحر ومشاهدتك للنجوم وسماء مفتوحة تجعل من وايفز مكان مثالي لتناول عشاء رومانسي أو وجبة خاصة مع الأهل والأصدقاء والعائلة. حلقتنا تخلص اليوم على ضوء القمر بديبا. إن شاء الله كنتم انبسطتوا معنا. شوفوكم في حلقة جديدة ولوكيشن جديد. باي.